إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجنا الله عز وجل به من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة وعدالة الإسلام. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتحدث الآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن محاسبة المسلم لنفسه، وكيف يجاهد المسلم نفسه حتى يصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى النفس المطمئنة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لأن كثير من الناس يعني عنده كثير من الأمراض النفسية ربما لا يأبه لها من ناحية، ومن ناحية أخرى يفرط في كثير من الطاعات أو يتساهل في كثير من المعاصي، وهذا الأمر يحتاج إلى أن يقف المسلم مع نفسه وقفة حتى يتبين عيوب نفسه. ومعنى محاسبة النفس أن ينظر المسلم ويتأمل فيما عمل من أعمال وفيما قال من أقوال. الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم، منها في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبيّن الله سبحانه وتعالى لنا أهمية النفس اللوامة في قول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على تفريط مثلا في الطاعة أو تقصير في المعصية. وقال ربنا سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يعني ممكن أنت حينما تتحدث مع أحد من الناس ربما تبدي له أمر من الأمور وتخفي أمر آخر، بس أنت لما تجلس مع نفسك أنت أدرى بنفسك. مثلا واحد يقول لك: لماذا لم تأتي إلى صلاة الفجر؟ يقول لك: والله أصلا عندي كذا وكذا وكذا. هو يعلم من داخل نفسه أنه كاذب في هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى يعلم خفايا الأنفس: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. حتى ولو يعني قلت كثير من الأعذار، فالله سبحانه وتعالى يعلم أنك كاذب في هذه الأعذار ولو ألقى معذيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا في رواه الإمام الترمذي في السنن ولكن بسند ضعيف، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالمؤمن الكيس أي الذكي الفطن هو الذي يحاسب نفسه ودائما يكون عنده نظر لما بعد الموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل وقيل: يا رسول الله من الأكياس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس أولئك الأكياس. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في السنن بسند حسن. ومعظمنا يعلم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنواع الأنفس في القرآن الكريم. يعني النفس في نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها وتؤز على المعصية. الله عز وجل يقول: لا أقسم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه النفس الأمارة بالسوء ينبغي على الإنسان أن يقومها وأن يجاهدها، فإذا ما وصل إلى مرتبة أعلى منها اللي تسمى بالنفس اللوامة، يعني تلومه على تقصير في الطاعة أو على تساهله في المعاصي. ولذلك الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة فقال سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ويظل الإنسان يحاسب نفسه ويجاهد نفسه حتى يصل إلى مرتبة النفس المطمئنة الراضية. نتذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما هي الأمور التي تعين المسلم على محاسبة نفسه؟ يعني
الوسائل التي تعينك على أن تحاسب نفسك، وفي نفس الوقت يعني تسهل عليك عملية محاسبة النفس وتقوي بواعث المحاسبة والمجاهدة في النفس، أن تستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليك، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خفاياك. يعني كما قلت في البداية، ربما أنت تقول للناس أعذار أو أسباب ما، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أمور أخرى في نفسك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن هذا الضمير ربنا عليه الإسلام. نحن يعني مثلا تجد معظم غير المسلمين يراعون مثلا القانون، يقول لك يخاف من القانون، يخاف من ملطة، يخاف من كذا. لكن المسلم في الأول قبل لما خافة القانون بيخاف من الرقابة الإلهية، اللي هو الضمير الذاتي الذي يربينا عليه للإسلام، الرقابة الإلهية، وأن يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يعني لو أنت قاعد حتى تتحدث مع زوجتك وابنك، الله سبحانه وتعالى رابعك، أو أنت قاعد تتحدث مثلا مع واحد من أصدقائك أو اثنين، فالله سبحانه وتعالى هو رابعكم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في نفوسكم، واعلموا أن الله يعلم ما في نفوسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. وأيضا على المسلم أن يتذكر الحساب الأكبر وسؤال الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، فهذا يسهل عليه عملية إن هو يجلس مع نفسه جلسة هكذا ويحاسب نفسه. قال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ويقول عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يبقى انت نسيت الذنوب اللي انت عملتها من 5 سنين ولا 10 سنين ولا ايام ان كنت في 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 شبابك ولا كذا، بس هي موجوده عند الله، احصاه الله، يعني موجوده عند الله ومكتوب احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يقول في سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. بل الإنسان لما بيستشعر الحساب الأكبر فبتسهل عليه عملية محاسبة النفس، لأنه هو يريد أن يستعد لما بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعداد. طب على أي شيء أحاسب نفسي؟ يعني واحد يقول لك: والله أنا الحمد لله أنا أمور على ما يرام. لا، فلما تجلس مع نفسك وتحاسبها فعلا، فتحاسبها مثلا على المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. في ممكن ما بترتكبش معصية مثلا في الظاهر، لكن في معاصي باطنة وفي معاصي نفسية وفي أمراض قلبية سنبينها من بعد، ينبغي عليك أن تعالج في نفسك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يعني في بواطن الإثم أو في آثام باطنة وقلبية ونفسية ينبغي عليك أن تعالجها. الأول بتحاسب نفسك على الفرائض، فإن تذكرت يعني في مشكلة عندك في الفرائض بتحاول بقدر الإمكان أن تتدارك هذا الأمر، تقصيرك في الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. إنسان بيقصر في أداء الصلوات مثلا، ممكن بيصلي بس لا يعني لا يصلي الصلوات في وقتها، ممكن بيصلي الصلوات في وقتها لكن مثلا لا يأتي إلى صلاة العشاء مثلا في جماعة رغم أنه عنده الوقت، لا يأتي إلى صلاة الفجر في جماعة، لا يأتي إلى صلاة المغرب في جماعة رغم أن ما ده كله اسمه تقصير في الطاعة. هو بيصلي نعم، لكن مشكلة عنده في التقصير في الايه
في القيام بالطعام. وكما قلت أيضا يحاسب نفسه بعد ذلك على المعاصي الظاهرة والباطنة، ويحاسب نفسه على النية والقصد، يعني قبل أن يقوم بأي عمل من الأعمال هل يقوم به لله سبحانه وتعالى؟ هل في نيته أمر آخر غير الله عز وجل؟ هل يريد مراءة الناس؟ يبقى اسمها المحاسبة على النية والقصد قبل أن يقوم بالعمل. ويحاسب نفسه على تفويت الطاعات وتضييع الأوقات، ويحاسب نفسه أيضا على النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له، أن الله سبحانه وتعالى سيسأله عنها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ثم لا تسألن يومئذ عن الإيه؟ عن النعيم. لأن الإنسان ربما لما يصاب بأي مشكلة من المشكلات الطارئة في حياته بينسى كل نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويركز فقط على هذه المشكلة التي وقعت به، سواء كانت مشكلة صحية ولا مشكلة أسرية ولا مشكلة تربوية مع الأولاد ولا مشكلة مع أحد في المجتمع، فبينسى كل هذه النعم. لابد أن يقول الإنسان جلسة مع نفسه بيسموها يعني الامتنان، أو أنه يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى عليه ولن يعصيه. أصلا كونك أصلا تستيقظ في الصباح صحيح معافى وتذهب إلى الحمام بمفردك وتذهب وتقضي حاجتك بمفردك، دي أصلا من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى لك. كونك الله سبحانه وتعالى ييسر لك أن تأتي إلى صلاة الجمعة هكذا وغيرك من المسلمين كثر لا يبهون للطاعة، دي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك. فدي كلها نعم، لأن حتى دي بتسمى بالأرزاق الدائمة التي تصحبك إلى إيه؟ إلى ما بعد الموت. أفضل الأوقات للمحاسبة إن الإنسان كل واحد فينا يعني ربما أدرى بوقت اللي هو ممكن يكون عنده الوقت اللي يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه. ممكن واحد يحاسب نفسه في الصباح، ممكن واحد يحاسب نفسه في المساء، ممكن واحد يحاسب نفسه في مرة كل أسبوع على حسب. لكن من أفضل الأوقات التي تحدث عنها علماء التربية الإسلامية وعلى رسول الإمام الغزالي عليه رحمة الله في كتاب الإحياء، أن أفضل الأوقات للمحاسبة أن يحاسب المسلم نفسه قبل ليه؟ قبل النوم. ان دي خلاص انت يعني كأنك بتشوف كده رصيد اليوم عندك، انت عملت ايه من طاعات في هذا اليوم، قصرت فيه من الطاعات، عملت ايه معاصي من الممكن انك انت تتوب الله سبحانه وتعالى منها. يعني نقدر نقول اللي هو الانجازات اللي انت عملتها في يومك، او الخلل اللي وقع في ليه في اليوم. ولما تنام وانت على هذه العقليه، لان الاوقات اللي بتسبق النوم دي دايما العلماء بينصحوا بها ان الانسان يفكر فيها دائما في امور، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان له كثير من الأذكار في قبل النوم بتذكر المسلم بالآخرة وتذكر المسلم بالموت. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبعدين يقول فإن مت من ليلتك مت. يعني دائما يذكرك بالآخرة، ودائما يذكرك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إن دي يعني الساعات اللي قبل النوم دي ساعات ذهبية ينبغي على المسلم أن يستفيد منها في عملية إنه يبرمج نفسه. البرمجة لأنك أنت خلاص هتنام، فالأمور دي بتبرمج في عقلك الباطن. ولذلك حتى علماء النفس وعلماء تنمية الذات يوصون بأن تكون هذه الدقائق اللي هي قبل النوم يبرمج فيها الإنسان نفسه على أمور إيجابية في حياته. ولما نتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الأذكار للنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا قبل النوم، بنجد فيها كمال التفويض لله سبحانه وتعالى. يعني حتى مهما كانت مصائبك في الحياة ومهما كانت مشكلاتك في الحياة، فأنت بتفوض الأمور لله. ولذلك بعض كثير من الناس بيشتكي من الأرق وعدم النوم بصورة جيدة بسبب أنه بيفكر في مصائبه وفي مشكلاته قبل النوم، ما بالتالي ما انتش هتنام كويس، أن في أرق لابد أن يتأكل أرق. لكن لما تفوض الأمر لله، شوف التفويض، شوف كمال التفويض، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. هذا الدعاء مش بتقوله في السجود، ده بتقوله قبل النوم. أصل برضه كل دعاء من أدعية النبي أو كل ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتأمل في معانيه، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا الوقت. شوف كمال التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. يعني بتقول يا رب مهما كانت مصايبي أنا سلمت لك نفسي، فوضت لك أمري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. يعني يا رب أنا في حميتك، يا رب حصني، يا رب أعطني القوة، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. هذا هو معنى الذكر. وهكذا فالإنسان لابد أن يدرب نفسه على المحاسبة لا سيما قبل النوم. لما تحاسب نفسك لابد أن تعلم أن لهذه المحاسبة للنفس ثمرات، ومن هذه الثمرات والفوائد أن تعرف حق الله سبحانه وتعالى، وهل قمت بحق الله عز وجل عليك أم لا، وأيضا أن تطلع على عيوب نفسك وأمراض قلبك وأن تعالجها، وهذا يورث التواضع والانكسار وعدم الغرور والتكبر.
الإنسان أصلا لو لم يحاسب نفسه وترك نفسه في الحياة هكذا، ربما يصاب بالعجب والغرور وكثير من هذه الأمراض. لما يعرف أنه مفرط في حق الله سبحانه وتعالى ومقصر في أمور الله عز وجل، ويطلع على عيوب نفسه ويطلع على خفايا نفسه وأمراض قلبه، فهذا يورث التواضع والانكسار، وينشغل بنفسه عن الانشغال بالآخرين. أنه هو بينشغل بنفسه لأنه يريد أنه يطور نفسه ويقومه نفسه، بدل ما يشغل باله بفلان وبفلان وبفلان. طب اشتغل بنفسك، يعني هل أنت يعني راضي عن نفسك حتى توقف نفسك وتنتقد الآخرين، أو حتى أنك أنت تركز على أخطاء الآخرين وتنتقد الآخرين؟ يعني الأول لابد أنك أنت تقوم نفسك أولا، ثم بعد ذلك تبحث. وأصلا المفترض يعني كما سنبين أن المسلم لا يبحث عن عيوب الآخرين، نحن أصلا نهينا عن هذا، ولا تجسسوا، ونهينا عن سوء الظن إلى آخر هذه الأمور. وأيضا حينما يحاسب الإنسان نفسه فإنه يكشف خداع نفسه ووساوس الشيطان، ويلزم نفسه بالأعمال الصالحة من بعد المحاسبة. لأنك أنت لما تحاسب نفسك وعارف أنك أنت بتفرط في طاعة من الطاعات، فلازم أنك أنت تقوم بأدائها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لأنك أنت لما وأنت بتحاسب نفسك وبس، ولكن أنت بتحاسب نفسك على أنك تقوم نفسك وتجتهد في الطاعة وتجتهد في البعد عن المعصية. فإن كل عمل لم يثمر نتيجة فهو عمل ناقص. فإذا لم تأتي المحاسبة بثمراتها، فعلى صاحبها أن يحاسب نفسه مرة أخرى. وأيضا من ضمن ثمرات المحاسبة وفوائد المحاسبة تخفيف الحساب يوم القيامة. لأنك أنت كل ما حاسبت نفسك في الدنيا بتخفف عن نفسك، لأنك أنت عارف خلاص أنك أنت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيسألك عن هذه الأمور. وأيضا الاستفادة من الأوقات حينما يحاسب المسلم نفسه على تضييعه. يعني أنا والله العظيم أنا عارف الناس اللي بتقعد على البارات ليلا ونهارا بالساعات الطوال، دول بيعملوا إيه؟ يعني مش طب ممكن تجلس مع صديقك شوية، تشرب معاه فنجان قهوة، تناقش معه مسألة من المسائل، أمر من الأمور. إنما إنك أنت قاعد ليل نهار على يعني ده مش تضيع للوقت، فلازم تحاسب نفسك على هذا الأمر. وريتك بتيجي مثلا تصلي مثلا في جماعة في العشاء ولا في أي وقت من الأوقات، لا ده طارق نفسه إيه هكذا. فالذي يترك نفسه هكذا يصبح في الحياة كالحيوان. ما هو الحيوان هو اللي يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يأكلون ويتمتعون كما تأكل إليه كما تأكل الأنعام. لكن الإنسان ينبغي أنه يحاسب نفسه كما قلنا ويجاهد. أنت لما تحاسب نفسك وعارف أن في تقصير مثلا في أمر من الأمور، يبقى تجاهد نفسك على أنك أنت إيه؟ أنت على أنك تتدارك التقصير في أمر من الإيه؟ من الأمور. دي بتسمى يعني بعد المحاسبة تأتي المجاهدة. بالأول في حاجة اسمها محاسبة النفس، وبعدين بياتي شيء اخر اسمه مجاهده الايه؟ مجاهده النفس. انك انت لان اصلا النفس بطبيعتها طبيعه، خد بالك من طبيعه النفس البشريه بطبيعتها هكذا تمرك بالايه؟ تمرك بالسوء. واصلا ليه اصلا الدول وضعت القوانين ووضعت يعني بغض النظر عن الاسلام، يعني حتى لو ما كانش في اسلام، ليه الدول وضعت قوانين وفي كذا وكذا، وان من يرتكب كذا حيعاقب بكذا؟ لأن طبيعة النفس، لما علماء النفس درسوا طبيعة النفس، أنها تأمرك بالسوء. فقال الله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالإيه؟ بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فأنت لازم تشتغل على نفسك حتى نفسك تتحول من نفس أمارة إلى نفس لوامة، وبعدين تتحول من نفس اللوامة إلى نفس إيه؟ إلى نفس مطمئنة بمرتبة مرتبة هكذا. لكن لو تركت نفسك هكذا فتأمرك بالسوء، تأمرك يعني أقول لك يا عم ما أنا هروح المسجد ليه؟ ما أنا على سبيل المثال يعني أنا كده كده بصلي في البيت شوية، صلي في البيت. الأول كان بيصلي الصلاة في وقتها، طب يا عم أنا كده كده هصلي وبعدين يجمع الظهر مع العصر، وبعدين المغرب مع العشاء، وبعدين في مره من المرات يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض. الاول كان بيصلي سنن، لا سنن مين يا عم، خلينا بس في الايه في الفرائض وهكذا. فدي الامر بالسوء. وبعدين لو ترك نفسه خلاص سيستمر في الايه في الفطور وفي البعد عن الطاعات كما سنبين. لكن لو حاسب نفسه وجاهد نفسه فيستمر في طاعه الله سبحانه وتعالى. ايه الامور او الاسباب التي تعينك على مجاهده النفس؟ المداومه على العمل الصالح من فرائض ونوافل، لأن حب الأعمال الله سبحانه وتعالى أدومها وإنيه وانقل. والبعد عن مواطن المعاصي، والبعد عن رفقاء السوء وأصحاب السوء، وأن يأوي الإنسان إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أمثال هذه الدول الأوروبية التي نعيش فيها. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لما نأوي يعني لو وضعنا مثلا مكان الكهف بدل أصحاب الكهف المسجد، فأووا إلى المسجد
ينشر لكم ربكم من ايه؟ بس انت هتروح فين؟ ما هي دي البيئه الايمانيه التي تحصن نفسك فيها. فاو الى المسجد ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم ايه؟ مرفقا. وان تتدرج في مجاهده نفسك. ولا بد ان تعلم ان كثير من العادات السيئه عندما تمارسها مده طويله من الزمن فانها تصبح ثابته في النفس، ويحتاج الانسان الى اراده قويه حتى يتخلى عنها ويزرع مكانها عاده حسنه. وهذا الاسلوب الحكيم اللي هو اسلوب التدرج هو الاسلوب الذي حرم به الاسلام الخمر والهي والربا. يقول الامام ابن القيم عليه رحمه الله: المزاولات تعطي الملكات. ومعنى هذا أن من زاول شيئاً واعتاده وتمرن عليه صار ملكة وسجية وطبيعة. يعني أنت لو زاولت المعاصي خلاص تصبح المعاصي طبيعة لك، لكن لو زاولت الطاعات وحرصت على الاتيان إلى بيت الله سبحانه وتعالى يسهل عليك هذا الأمر. المزاولات تعطي الملكة. وأيضاً من الأمور التي تعينك على مجاهدة نفسك معاقبة النفس والتجديد عليها إذا رأيت منها ميلاً إلى المعاصي وتقصيراً في الطاعات. وأنفع العقوبات ما كان عملا صالحا من الأعمال التي تشق على النفس كالصدقة وصيام عدة أيام، وذلك يختلف بحسب اختلاف الشخصيات أو بحسب اختلاف النفوس وقوة صبره. ممكن إنسان يعاقب نفسه أنه يتصدق بمبلغ مال كبير، أو يعاقب نفسه بأن يصوم، أو يعاقب نفسه بأن كذا، لما يفرط في إيه؟ في أمر من الأمور. وأيضا يجاهد الخواطر، الخواطر أو الوساوس أو حديث النفس، لأن دي مشكلة لو الإنسان تمادى مع الخواطر أو حديث النفس، ربما هذه الخواطر وحديث النفس تقوده الى الوقوع الفعل في الايه؟ في المعصيه. ولذلك يقول الامام ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه الممتع كتاب الفوائد، وهو يرشد الى ضروره مجاهده الخواطر لئلا تترسخ في النفس، يقول: دافع الخطره فان الخطره اللي هي ما يخطر على ذهنك، يعني دافع الخطره فان لم تفعل صارت فكره. شوف بالتدرج، دافع الخطره فان لم تفعل صارت فكره، فدافع الفكره، الفكرة نفسها تدافعها وتجاهدها، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا. يبقى الأول كانت خاطرة وبعدين إيه؟ الأول كان خاطر وحديث وبعدين بالتدرج كده صار فعل، فإن لم تتدارك هذا الفعل بضده صارت عادة تعودت عليها فيصعب عليك الانتقال منها. لما خلاص تعودت عليها فيصعب عليك الانتقال عنها. يقول مرة أخرى: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلة، فإن لم تتداركه بضده صارت عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. يضاف إلى ذلك أن ملاحظة خواطر النفس يعرف المسلم بمستوى التزكية التي ارتقت إليها نفسه. فمن كانت خواطره خواطر سيئة متأججة في نفسه فهذا مؤشر خطير على مرض تلك النفس وضعفها. لما انت دايما الخواطر اللي عندك خواطر سيئة، يبقى دي معناها انك انت محتاج تشتغل على نفسك وتزكيها. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كنت أود أن أتحدث عن كثير من أمراض النفوس التي ينبغي علينا أن نجاهدها وأن نعالجها، ومنها مثلا مرض الفطور والإنسان يتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنها مرض سوء الظن. ولكن أتحدث عن مرض يعتبر من أخطر الأمراض التي يواجهها المسلمون لا سيما في هذه الأيام، هو مرض التثبيط. الإنسان يثبط نفسه ويثبط غيره عن المضي قدما في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في أي عمل من الأعمال الصالحة. تثبيط معناه إضعاف الهمم وزيادة التشكيك والتخويف، مما يؤدي بالعامل مع الله سبحانه وتعالى أن يتراجع عن الخير، لا سيما في الأعمال الجماعية. ومن مظاهر هذا المرض تعظيم الأمور الهينة، فتكون المسألة هينة وسهلة فيضخمونها ويصعبونها، هذا قبل أن يحدث شيء. فإذا وقع فعل لابد أن تظهر بعض الأخطاء. يعني طالما الإنسان بيقوم بالعمل الجماعي أو بعمل من أعمال الخير لازم هتكون فيه أخطاء، فإذا وقع فعل لابد أن تظهر بعض الأخطاء، فيكبرون هذه الأخطاء ويتذمرون من وقوعها ويسعون إلى إقعاد العاملين عن الأعمال الجد بسبب ظهور بعض الأخطاء. ودي طبيعة النفس البشرية، لازم تظهر أخطاء، زي ما في أخطاء بتظهر من الفرد ممكن أخطاء تظهر من الجماعة، ممكن أخطاء تظهر من في العمل الجماعي. ومن مظاهر هذا المرض الاعتراض الدائم وعدم التحمس لأعمال الخير، فتجد هؤلاء الناس دائما يعترضون
ومن مظاهر هذا المرض أيضا التشاؤم، التشاؤم من النتائج، ولا ينظرون إلا إلى الجانب المظلم. وقد يزيد هذا المرض أكثر، هو مرض التصبيط، فيبدأ هؤلاء يتفرغون في إزاء العاملين الذين يعملون بالأعمال الجماعية الخيرة، بالكلمة، باللمس، بوضع العقبات حتى تفشل الأمور. وهذا الصنف من الناس اللي هو الصنف المصبطين، هؤلاء ده موجود في كل زمان وفي كل مكان من أيام سيدنا موسى عليه السلام. الله عز وجل يقول: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا إيه؟ ما داموا فيها. يريدون أن يثبطوا موسى ومن معه عن الإيه؟ عن الدخول. وحتى في غزوة أحد يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، شوف قعدوا وتثبطوا، لو أطاعونا ما قتلوا، قل فاضربوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي غزوة تبوك يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومن آثار هذا المرض هو مرض التثبيط، يعني يكفي هذا المرض سوءا أنه يفوت على الإنسان أجر العمل والسعي والنية الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ما يبقاش واحد قاعد، على سبيل المثال مثلا، على لو طبقنا هذا الأمر على حياتنا أو على وضعنا في الجنة، ما يبقاش واحد مثلا قاعد وحاطط رجل على رجل ومرتاح في البار ويقعد ينتقد وينتقد وأصلا ما بيعملش أي حاجة. فده لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون الذين يجاهدون ويضحون بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم وحتى ربما بأسرهم وبأولادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فدي أمر لابد وأن نحذر منه. ومن سبل علاج هذا المرض التفاؤل الدائم والأمل الدائم بالله سبحانه وتعالى، وأن نضع، خد بالك بقى من هذا الأمر أنه مهم جدا، أن نضع كل إنسان في مكانه الذي يليق به، ولا نضع إنسان في مكان أعلى منه، ونطلب منه أن يفعل أعلى ما يستطيع. أصلاً دي قدراته، هتحطه في مكان لي أعلى من قدراته، يبقى أنت كده بتظلم الإيه؟ بتظلمه وتظلم الناس من إيه؟ من حوله. بعض الناس شاورهم في الأمور الجادة لأن عندهم همم عالية وعندهم عزائم وطاقات، وبعض الناس لا تشاورهم إلا فيما يستطيعون عمله. مش كل الناس تشاورهم في كل أمر من الإيه؟ من الأمور، لأن الناس قدرات إيه؟ قدرات مختلفة. فلنفهم هذا وننزل الناس منزلتهم، لأن العمل أحيانا يفشل لا لأنه ليس بصحيح أو ليس بممكن، لكن لأن الذين تحملوه ليسوا أهلا للقيام به، لكن لأن الذين تحملوه ليسوا أهلا للقيام به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، كما أسأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.